طيب يبقى حكينا troops for Glasgow. This means that we have the government is planning to send boots on the ground, to send troops to go to Glasgow. So هل ستحط آلة الحرب في غلاسكو؟ حلو جدا. طيب ممتازين. طيب خلينا نشوف ايش هنحكي احنا. في برضو كمان عناوين كثير. Auxiliary verbs are usually dropped from the passive structure. تمام؟ بقول لك murder, hunt, man, held. كثير السلايد كراودد شويه. طيب murder, hunt, man, held. A man is being held by police. لاحظ هي بقول لك هاي الباسيف. Passive form, fish and a verb to be. A man is held. So we always trim the fluff because we want to keep it as short and as concise and as to the point as possible. تمام. يلا مين يترجم معي هذا؟ تم مطاردة المجرم. طيب عندنا murder hunt وعندنا man held. We want to keep it in the same, I would say, like as close as possible to this beautiful structure. ليش ممكن نحكي murder hunt يعني عندنا murder, في عندنا hunt يعني مطاردة أو تحقيق أو ملاحقة, ملاحقة المجرم مثلا. في عندنا man held يعني إيش, تم اعتقال رجل أو المشتبه به, خلينا نقول المشتبه. فإيش نقول؟ يلا يا طه قول معي. في عندنا إيش؟ ملاحقة, ملاحقة ممكن تحكي ملاحقة, ملاحقة ملاحقة في جريمة قتل. ممكن تعمل بعديها إيش؟ كما وش تقول مثلا؟ اعتقال رجل واعتقال المشتبه. تمام, ملاحقة في جريمة قتل واعتقال المشتبه. ممكن ايش عادة ايش طالقوا بديش الستايل هذا حسب طبعا النيوز بيبر وحسب المجازين والشغلات هذه حسب الستايل تبعهم. فانت ايش ممكن تقول؟ لا انا بدي افسرها, في عندي جريمة قتل وفي عندي هاند وفي عندي ايش مشتبه به, فايش انا بدي اكتبها عنوان ثاني جديد. ممكن عادة تعملها بس انا دائما بحب ايش, unless they tell me not to do this I would keep the original structure as close as possible to it because translation is lost. الترجمة هي الفقدان. تمام, يعني حتى في روبرت فروست, مش عارف اخذته في الشعر ولا لسه, بيعرف poetry انه مثلا poetry is what gets lost in translation. The translation is basically lost. فعادي انك فقدت يعني اغلب الشغلات, طبيعي يعني بتعمل الترجمة. طيب six killed in explosion. لاحظ مش six people were killed in an explosion, لا six killed in explosion, as concise as that. طيب note that forms like held, attacked are usually past participles with passive meanings, not past tenses. مين من اللي درسوا grammar 2 يقول لي ايش يعني هان, ايش قصده؟ والد نسيتوها؟ واحدة passive وواحدة يعني بقول لك انه held و attacked ومش عارف ايش هذه و killed, هذول مش verbs, مش past tenses of a verb. لا انهم مش يعني بالاكتف, مش بالاكتف هذول مكتوبات, مش بالضبط هم مش بالاكتف, لكن هم مش verbs, هم adjectives, past participle adjectives. ذاكرين لما كنا نحكي the door is locked, لما كنا اخذنا في grammar 2 ال passive adjectives, لما حكينا مثلا احمد closed the door أو أحمد locked the door. The door was locked by أحمد. Now the door is locked. مقفل. فبتصير خلاص بتصير a state. فهنا بقولك نفس الإشي. These are not past tense verbs, but these are past participles. Past participle adjectives with past meanings, which are rare in headlines. طيب
اللي هو بيقول لك الايش الباست تنس هذا رير ان ادجكتيف رير ان هيدلاين. طيب ايش بيقول لك انا ايد راو بريزيدنت اتاكت في عندنا راو اوفر ايد خلاف حول المساعدات وامدادات. طيب بعدين بقول لك انا حط لك كولن عشان ايش بدي اوضح لك ايش كمان صار ايش الراو هذه صار فيها. فبقول لك president attacked. طيب هل president attacked هذه الرئيس هو اللي هاجم ولا الرئيس هوجم؟ مين يقولنا وليش الرئيس هوجم؟ ليش لانه هو اللي حكم في الاشياء لانه ايش هو اللي حيقوم يتسبب في الادرو. طيب طلع معي ذاكر لما تكلمنا توي على الفيربز لما حكينا blinders حكينا الباست when we want to express the past tense we use the simple present blind girl climbs students fight up ahead. طيب تمام يبقى ايش president attacked. تمام لما احكي president attacked أنا ما I'm not expressing the past tense لأنه حكينا في الهيدلاينز we don't use the past tense. هاي بقول لك هنا هاد أعلم لك عليها هاي not past tenses which are rare in headlines. فهذه مش معناتها إنه the president هو اللي attacked. لو the president كان هو اللي هاجم مش هنحكي the president attacked هنحكي president attacks حتى لو كان في الماضي لأنه we use the present simple to express the past. فلاحظ قديش الإشي دقيق. فأيد راو president attacked. فإيش في عنا a row over aid في عنا some people or maybe critics of the president attacked him. يبقى الرئيس هو اللي هوجم. طيب إيش بقول لك هنا the president has been attacked by the critics. طيب aid row برضو عنا row over aid president attacks critics. لاحظ الرئيس هاجم لكن استخدمنا ل present simple to express the past. The president has attacked her critics or his critics. طيب boy found safe. تمام هذه ترجمها هل الولد هو وجد سيف وجد كان ولا الboy الناس أو الشرطة لقوه يعني سليم وآمن وفيش فيه شيء وجد سليم أيوان وجد سليم وجد سليما لكن لما الآن بدي أعمل خبر إنه والله في ولد كان ماشي بيسبح في البحر ولقى سيف وفي مصاري بقول boy finds safe finds me it expresses the meaning of found وجد بقول مين كان بده يحكي انا حكيت الباست اوكي تمام. طيب يبقى وضحت هنا يا شباب هذول لما نترجموهم للمره الجايه حنطلع على الترجمه ونشوف كيف ايش عملتوا فيهم وايش واعطيكم انا ترجمتي لهذه العناوين فحشوف ايش عملتوا في الشغلات هذه الدقيقه اللي بتلخبط الكل. يبقى boy found safe الشرطه لقته او الناس لقوه boy finds safe هو اللي لقى ايش خزنه او treasure أو شيء. طيب as and in are often used instead of longer connecting expressions. إذا ذكرين في الجرامر أخذنا إنه as means because or it could mean while. طيب hospital boss axed as patients die. إيش يعني axed معناتها stopped يعني إيش إيش بسموها بالعربي السنة مش تيجي معنا انطرد أيوان يعني تم إيش طرده أو فصله أو إعفاؤه من مهامه تم إعفاؤه من مهامه. Hospital boss axed as patients die يعني because patients die the administration of this hospital decided to fire this the president or the boss of the hospital. لاحظ فليش بنستخدم as مش because لانه as اقصر واحنا دائما هدفنا في التايتل دائما في كل شيء في عنوان كتاب في عنوان فيديو في عنوان مقاله في عنوان اي حاجه لازم يكون هدفك انه العنوان يكون اقصر ما يمكن وايش ويكون انتايسينج اكثر ما يمكن يكون يعني هيك بشد القارئ او المشاهد او الى اخره. طيب football manager in car crash
طبعا ما حكاش the football manager was involved in a car crash. لا football manager in car crash. طيب طيب a colon is often used to separate the subject of a headline from what is said about it. Strikes PM to act. إيش حكينا PM؟ طيب sorry for this. رئيس القسم كان بيكلمني ضروري. طيب طيب احنا حكينا football manager in car crash يعني مدير الفريق او مدير دوري كرة القدم ايش صار مع حادث في السيارة. طيب a colon is used to separate. طيب حكينا strikes PM to act. ايش يعني PM حكينا؟ This is very prime minister. Prime minister, طيب. Prime minister to act. The prime minister is going to act. طيب strikes. إيش strikes؟ حد عنده فكرة إيش strikes؟ هي زي الضربات أو شيء زي هيك. كيف؟ خبر عاجل. لا لا. Strikes اللي هي إيش؟ الإضرابات. ضربات صح. يعني احنا مش دائما بنسمع الاسرى تبعونا في سجون الاحتلال بيعملوا هانجر سترايكس. هانجر سترايكس اضراب عن الطعام. فالسترايكس هي الاضرابات. فاضرابات في الحكومه يعني. فبرايم مينستر تو اكت. طيب طبعا انت كيف يعني بالاساس انه يكون عندك المقال وتقرا المقال وتفهم ايش فيه بعدها تروح بترجم العنوان. لو ما عرفت بدك تبحث على يو نيد تو لوك اب ذا وورد سترايك وتشوف هي هنا ايش جاي سترايك. هل هي جايه فيرب؟ حكينا احنا الفيربس ار فيري رير فيري ريرلي يوزد ان هيدلاينز يعني قلال. فانت على الاغلب حتكون ناون. فبروح اشوف ايش سترايك معناتها في الناون. حتلاقي سترايك معناتها ضربه بلو. حتلاقي سترايك معناتها ممكن في ايش لها معنى في النت كثير بيستخدموها انه ما زي تحذير او ايش زي هيك. حتلاقي معناتها اضراب. طيب طيب motorway crash motorway crash death toll rises. حلوه death toll بحبها كثير انا او كلمه toll بالذات. طيب بقول لك عندنا motorway crash تمام. في عندنا حادث معين حتشوف ايش بالضبط معناته motorway. هل هو مثلا قطار؟ هل هو شارع للموتورز او شغلات هذه؟ حتعرف ايش هو. بعدين عندنا كراش عندنا حادث. طيب ايش بعدين بقول لك في كمان في شيء ثاني للخبر. فبتحط انت الايش الكولون death toll rises. ايش يعني death toll rises؟ مين يترجم لي اياها هذه؟ بس ارتفاع معدل الوفيات. ارتفاع حصيله الموتى. حصيله الوفيات او حصيله الضحايا. مش معدل. فاهم؟ حصير. معدل بتصير انت بتحكي عن في عندك نسبه وتناسب وبالنسبه للسنه اللي فاتت والوفيات والمواليد. لا احنا بنحكي على حصيله الوفيات حصيله الضحايا. عدد عدد بس هيك حصيله احلى لانه كثير مستخدمه. طبعا تول بالانجليزي معناتها ضريبه. ضريبه شيء مثلا مثلا بتحكي this exam took a heavy toll on me. heavy toll بتستخدم heavy toll collocation يعني heavy toll فإنه يعني زي يعني أرهقني.
طيب ف try to look it up, see what other meanings it has. طيب quotation marks are used to show that words were said by somebody else and that the report, الارتكل هذا, does not necessarily claim that they are true. يعني انت مثلا عندك خبر مثلا strikes, لو جيب اخذنا strikes وحطينا هنا prime minister to act, لو حطينا بين quotation marks بتقول لك النيوزبيبر هنا او الصحيفة بتقول لك انه انا ما بعرفش اذا هذا الكلام صح, قال الرئيس رئيس الوزراء بده يتصرف ولا لا, انا حطيت لك لانه مثلا وزير الداخلية قال انه الرئيس حيتصرف, فبكون بنقل عن حدا تاني. تمام, شوف ايش المثال بقول لك. Crash driver, طلع بعدين حط لك had been drinking, عنوان صارخ هيك بصرخ في وجهك. فمين اللي بيحكي انه had been drinking؟ يمكن بيكونوا بيفتريوا عليه, بس لا, على الاغلب حتكون الشرطه اللي بتحكي مثلا, او الضحايا, او مثلا او الناس اللي يعني اللي شافوا الاكسيدنت. يبقى crash driver, السائق اللي كان مسؤول عن الحادث اللي سبب الحادث او التصادم هذا, had been drinking, كان ايش, ثمل, سكران. تمام, فمين اللي بيحكي الكلام هذا؟ الصحيفة قاعدة تنقل عن مثلا عن الشرطة, عن قسم الشرطة اللي ايش, اللي استجاب للنداء. طيب a question mark is often used when something is not certain. Crisis over وين احنا, طيب crisis over by crisis over by September. انا فكرت crisis over something. طيب crisis over by September ايش يعني, مين تجرب ترجم لنا هذه؟ ستمر أزمة في سبتمبر. كيف؟ زي رح تمر أزمة في سبتمبر. طيب مش إحنا لما كنا نلعب زمان وإحنا صغار, هل ستنتهي الأزمة في سبتمبر؟ أيوان, إنه الأزمة حتنحل باي سبتمبر, قبيل سبتمبر. تمام؟ يعني قبل قبيل أو بحلول سبتمبر, شهر سبتمبر, بحلول أو قبيل, هات نكتبها. مين اللي حكى هو غير طه؟ هل سيتم حل الأزمة في سبتمبر يمكن؟ ماشي, مين اللي حكى الثاني؟ ممتاز, هل سيتم حل الأزمة بحلول شهر سبتمبر أو بحلول سبتمبر؟ مين الثاني اللي حكى؟ أنا حكيت هل ستنتهي الأزمة في سبتمبر. طيب ممتاز, ممكن نحكي انقضاء أو مرور الأزمة. انقضاء أو مرور أو حل. إيش في كلمات تانية؟ انتهاء. إيش في other words we can use؟ انقضاء, مرور, حل. طيب الأزمة ممكن يكون اختفاء, مثلا اختفاء الأزمة بحلول شهر سبتمبر. الأزمة قبيل أو بحلول سبتمبر. طيب ممتازين جدا. ترجمة مختصرة أكثر, هل انتهاء الأزمة بحلول سبتمبر؟ هل انتهاء الأزمة بحلول سبتمبر؟ تزبط؟ ممكن, بس كيف العنوان هيك شوية غريب يعني, فاهم؟ هل انتهاء الأزمة؟ مش راكب. بتحسه يعني it's weird. لكن ممكن انت تحاول تفكر بطريقة ثانية انك ايش تختصر. انا مع انه ايش تكون مختصرة زي هذا, لكن انت بطلع لو حكيت مثلا حل للأزمة بحلول سبتمبر مثلا, حلوة, ترجمة دقيقة كمان, ونفس الستايل اللي هو question و short and punchy. طيب احنا قلتها تقريبا, احنا قد ايش صرلنا وقت؟ صرلنا ساعة. طيب ممتازين. طيب فلتوكم من هذا السلايد, هذول السلايدين, هذول المحاضرة الجاية. task 1, ايش حيكون معكم التاسك؟ ركزوا معي. أنا عملت جدول وحطيت فيه أغلب العناوين هذه.
مش كلهم، يمكن ضل كمان يمكن بس خمس ست سبع عناوين ما حطيتهم مش ومرتبين، يعني تقدر ترجعوا لهم وتحطوهم في الجدول. حبعد حطوا على الموديل، حتنزلوه وترجموا العناوين هذه، تمام؟ يعني ممكن تحط لي أكثر من ترجمة، وحاولوا الأشياء اللي إحنا ترجمناها في المحاضرة إيش تجيبوا ترجمات تانية لها، اجتهد مش مشكلة. وطبعاً يعني مش مشكلة لو المقال مش موجود، أنت إيش لو عندك أكثر من خيار حط لي إياهم، تمام؟ خلينا نشوف إيش كيف حترجموهم وعشان نشوفهم مع بعض المرة الجاية، تمام؟ وأحسن ثلاث ترجمات حشاركهم معكم إن شاء الله الأحد الجاي، تمام يا شباب؟ في هذا السؤال. المرة الجاية حناخد الـ special vocabulary that is used in headlines، تمام؟ بعدها حترجم مقالات وحنشوف الترجمات مع بعض وحنشوف كيف ممكن نشتغلها. ومتى رح نبدأ في الكتاب؟ الكتاب بس نخلص هذه الجزئية. الكتاب أغلبه بيكون بركز على إيش؟ على literary translation. يعني هو أنا بالنسبة إلي يعني ترجمة كلها ممكن تدرسها لحالك وشيء شاطر فيها لحالك، إلا الأدبية بدك إيش؟ الأدبية يمكن الصحفية، هم هدول التنتين أكثر تنتين فيهم مشاكل وبدهم شغل، خاصة الأدبية. الأدبية مليانة مشاكل ومليانة أشياء حلوة كتير. فخلينا نخلص هذه الجزئية يعني من ثلاث أسابيع لشهر، بعدها حنبدأ بالكتاب، تمام؟ في حد عنده سؤال يا شباب؟ استاذ بالنسبه لهذا حيكون موجود على الموديل النشاط او النشاط والسلايدات حيكونوا على الموديل كمان، تمام. يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله الاحد الجاي. اي حد عنده سؤال بليز مسج مي اند سي يو ان شاء الله نيكست ويك. سلام.